السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. مادة ديال التريبتوفان اللي القليل اللي كيعرفها هي طبعا مهمة جدا. مصادر التريبتوفان، مصادر التريبتوفان، نعم. الحمد لله مصادر مهمة جدا هي موجودة في المغرب. نعم. كانوا الامريكيين ما كياكلوا حاليا، البريطانيين ياكلوا قطاني، البريطاني كيفطروا باللوبيا بالفاصوليا. نعم. في الصباح. نعم. كانوا الاوروبيين ولا الامريكيين ولا الكوريين ولا اليابانيين يعني عندهم استهلاك ناقص من حيث القطاني. نعم. يعني هنا القطاني عنده دور مهم للتغذية لأن غنية بالبروتينات، ودور مهم كذلك للأملاح المعدنية. علاش؟ لأن المولبدينيوم لا يوجد في الطبيعة إلا في القطاني. نعم. المولبدينيوم هو اللي المعدن الذي يخرج السموم مثل الكبريت، لأن السولفايت أوكسيدايز هو اللي كيحفز المولبدينيوم. نعم. كتخرج الكبريت من الجسم، الكبريت الآن تسمم بالسولفايت بالمسائل هي اللي حاصلة. أن هذا القطاني مكون أساسي لأن يعني عنصر فيه تريبتوفين وفيه أملاح معدنية مثل البوليبدينيوم والزنك، كذلك الزنك حديد ماغنيز مغنيزيوم فيه يعني هذا القطاني فيهم فيتوستروجينات بحال الفول مثلا وبحال الجلبانة، هذه البيسيلا الجلبانة اليابسة، هذه الجلبان فيه الليتين والزيكزانتين، يعني الليتين والزيكزانتين هما اللي خاص النساء لان هاد الفلافونويدات هذه تضبط الهرمونات حتى النساء وتضبط كذلك حتى المزاج النساء ومشكل الهرمونات. يعني هذا القطاني مكون اساسي. ثم عندنا الشعير. نحن في المغرب العربي نستهلك شعير، يعني هو رقم واحد العربي يعني عندنا ما عندناش عقده ديال عقده الشعير. هذه الاشياء التي تعلمناها بعلم صحيح يعني وعندها documented يعني عندها مراجع، يعني مراجع ومتكلم هكذا عن هوا. ثم هذا النظام الغذائي وردي البال في 4 دقائق اللي مازال يستفدوا الناس. نعم. ان القطاني مكون اساسي. المغاربه كانوا كيفطروا بالقطاني، مابقاش استهلاك القطاني يعني عام، ولا الناس اللي في المدن الان، الشباب الان في المدن ماشي ياكلوا القطاني، ما ياكلوش قطاني. ثم عندنا القضيه ديال الشعير، ان استهلاك الشعير هو ضروري جدا خصوصا في هذا العصر هذا الشعير. ثم السمك، استهلاك السمك وشنو اللي بقى الدجاج البلدي والبيض البلدي. نعم. هذه مصادر كبرى، والناس اللي كيستهلكوا هذه المواد لا يحتاجون ان يشتروا تريبتوفان، يكون عندهم مزاج جيد وسينامون جيد وسيركزون جيد، ما يكون عندهم حتى مشكل. حتى البنيه ديال الجسم غادي تكون جيده وقويه. ثم كيبقى مصادر اخرى، بعض الخضر اللي فيها تريبتوفان مثل بحال القرعيات، هذه القرعه الحمراء فيها قرعيات، ثم اللوز والجوز فيهم تريبتوفان كذلك. نعم. هذا السمسم فيه بروتينات، هو غني بالبروتينات، ولكن اللوز غني بالبروتينات، اللوز يضاهي اللحوم في البروتينات. فنعم، هاد الاشياء هذه بسيطة جدا وموجودة عندنا في المجتمع وتدخل في عاداتنا وتقاليدنا، ما عندنا حتى مشكل، فيجب ان نعطيها قيمة وان نحيي هاد النمط العيش العريق عند المغاربة. نعم. يجب أن يعودوا لهذه الأشياء إن شاء الله، لأن كما قلت أن الانعكاسات الاجتماعية ديال هذا النقص ديال التريبتوفان والزنك والحديد، الانعكاسات الاجتماعية غادة تؤدي بنا إلى ماذا تحمد عقبة. نعم فعلا. هذا التريبتوفان ما عنديش عليه معلومات كثيرة، هو غير أنني بغيت نسول بأنه هو يعتبر حامض أميني أساسي، حيث أن الجسم لا يصنعه مثله. نعم. مثل الفيتامين سي. نعم. وبما أن الجسم لا يصنعه فيجب أن نتناوله من الغداء. نعم. وهو كذلك يوجد على شكل كبسولات، إلا أنني بعض الاختصاصيين إذا كان هذا النقص ديال التريبتوفان في الجسم. نعم. يقترحوا أخذه مع الفيتامين بي 6 وبي 3، شنو العلاقة ديالو مع الفيتامينات؟ نعم. وكذلك وهو بما انه يتواجد في منطقة الدماغ، يعني وكما تنقولوا هو عنده علاقة بالحالة العاطفية، شنو هما الاكل يعني اللي كيساعدنا على باش ناخذوا الكمية المناسبة من هذا التريبتوفان؟ نعم. بقاو في صحة نفسية جيدة. جيد. نعم. إن شاء الله. شكرا. نعم. شكرا لك. نعم. الطبيب يصف التريبتوفين مع الفيتامين ب6 و3 لأمرين. الأمر الأول هو أن لكي لا يأخذ الجسم كمية من التريبتوفين
يفرز من الباء ثلاثة، لأن التريبتوفان يستعمل لإفراز باء ثلاثة، الجسم كيفرز باء ثلاثة من التريبتوفان باش ما يضيعش. ممكن الطبيب ما يعطيش باء ثلاثة، ممكن ممكن نعم. ولكن إلا عطى باء ثلاثة مزيان كتبقى التريبتوفان كلها، ثم كيعطي الباء ستة، لأن بدون باء ستة لا يمكن التريبتوفان يتحول سيروتونين ومن بعد الميلاتونين، لا يمكن، يعني الباء ستة هي اللي كتحول هذا التريبتوفان. ولذلك كيمون عليا، وهذا وصف جيد، وصف طبي جيد. هذا من جهة. من جهة أخرى أنا أقول بأن هذا مكون تريبتوفين وحمض أميني وداخل في الإسانشي اللي هو المواد الأساسية هذه التي لا يمكن للجسم أن يفرزها، هو موجود في الطبيعة. النمط العيش المغربي العريق، يعني الطبخ المغربي بالمرق وفي أواني ومسائل جيدة كما نعهدها، هذا ليس فيه نقص من هذه العناصر. إنما المسائل المدن، عندنا المدن والشباب اللي مازال منزوج واللي مازال يعني اللي خدامين واللي الله يكون في العون، يعني ما يقدرش يطبخ ولا أشياء هذه، نعم هذو غادي يكون عندهم نقص في هذه المكونات. وأنا كنفضل ممكن ياخذوا هذا، إلا عندهم ميسورين لقدروا يشتريوا هذا الشيء، من الأحسن ياخذوا وصفة طبية، أحسن ما يكون عنده واحد الحالة نفسية اللي تخليه يتصرف واحد التصرف. الشخص اللي ما قادرش يصبر على واحد الحاجة، هذا شخص ممكن يتصرف أي تصرف، هذا خطير. الانديرانس، هذا الشخص اللي ما عندوش الانديرانس، قوة التحمل، اللي كيتحمل، هذا الشخص ممكن يتصرف أي تصرف. هذا طبعا الشخص الذين عندهم أرق اللي ما كيناموش في الليل ولا شي حاجة، غادي يكون عندهم مردودية ديال المناقيس، غادي يكون عندهم الجسم ديالهم ما شاء الله لا يمكن أن يعمل جيد. ثم كتنعكس لي على الحالة الصحية، مثلا عدم الشهية ولا عدم النوم ولا هذه أشياء تنعكس على على يعني على على حياة الشخص العامة، يعني ما عاد شيء يبغي يعطي. ولما اللي تكلمنا على الأوراق الخضراء، يعني بأنها فيها فلافونويدات المضادات للأكسدة، وفيها سيلينيوم، سيلينيوم والزنك، منهم سيلينيوم والزنك والمانغانوز والمغنيسيوم، جميع النبات اللي خلق الله سبحانه وتعالى على وجه الأرض في مغنيسيوم، لأن المغنيسيوم هو حديد النبات. الإنسان عنده، والحيوان عنده الحديد باش يخدم، والنبات عنده المغنيسيوم، عوض الحديد عنده المغنيسيوم، يعني جميع الحيوانات عندهم حديد وجميع النبات عنده مغنيسيوم. هذه بسيطة جدا، الناس يحفظوها يعني بسرعة. يعني أي نبات ناس، أي مادة نباتية أكلها الناس فهي فيها مغنيسيوم، ومعها الكالسيوم، معها المغنيسيوم، معها أشياء أخرى، معها المنغنوز. والحديد يوجد أقل من الكالسيوم في الطبيعة، لأن الجسم يحتاج حديد أقل. أن الله ضبط هذه التراكيز في هذه النواميس الكونية فيما خلق الله، أن الله سبحانه وتعالى ضبط هذه الأشياء هذه. يعني لماذا علي إحنا فاش دينا كنحفظوا تراكيب الكيماوي، تركيب الكيماوي، مش بالضرورة نحفظوا شحال كم، ولكن نحفظوا غير شنو كين وشنو هي العناصر القوية في كل مادة، وكاين حتى التراكيز حفظناها يعني شحال، يعني 25%. فكنلقاو بان ملي ان هذا بحث شخصي يعني، نعم، واتدبر في خلق الله، هذا كندخلوا في تدبر في خلق الله سبحانه وتعالى. ان لا تجد نبات، والناس ممكن يدخلوا الانترنت ويمشيوا للكتب ويلقاو هذا الشيء اللي غنقول، لا يمكن يكون الكالسيوم اكثر من الفوسفور في اي ماده، من المستحيل. لأن الفوسفور مونوفالون عنده غير إلكترون واحد، ولأن الكالسيوم بيفالون عنده اثنين، يعني كمية الفوسفور تكون دائما اثنين ونصف حتى ثلاثة الأضعاف، مرات تكون أربعة أضعاف فوسفور أكثر من الكالسيوم، أقلها 1.5. دائما الفوسفور في الطبيعة كين أكثر من الكالسيوم، لأن الداخل في الجسم، الجسم يحتاج فوسفور أكثر من الكالسيوم. ولذلك احنا كنركزوا على الكالسيوم، ولكن ملي كنمشيو للعظام وكنمشيو للفيزيولوجيا الجسم، كنلقاو بان الكالسيوم دائما مع الفوسفور، حديد كالسيوم فوسفور زنك، هادو دائما موجودين في هاد البنيات الصلبه، مثل العظام، مثل الاسنان، مثل هاد الاشياء هذه، ثم تحفيز الانزيمات اللي كيطلب معادن وفيتامينات.